اهلا بحضراتكم من جديد ومرحب بنجوم الكاراتيه اللي منوريني في الاستوديو. ابتدي بمصطفى غباشي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر والرجال واللي استطاع انه يفوز بفضيه الكاتا في بطوله افريقيا اللي فاتت. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضراتكم. الدنيا طبعا منوره اهي. ارفعها كده شويه. الله اكبر. الله اكبر. بنرحب بعمر اشرف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه شباب فوق 76 كيلو واللي فاز بذهب الكوميتيه. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. منورنا. الميداليه ورينا يا عم الميداليه. الف مبروك يا حبيبي. الف مليون مبروك. يمكن اجي لك يا مصطفى، انت ابن النادي الاهلي. انا من زمان وانا عندي 4 سنين ونص انا بلعب في النادي الاهلي كاراتيه. 4 سنين ونص؟ اه والله. انت مواليد 2001 يعني بتلعب رجال. انت عندك 22 سنه. انا 22 سنه دلوقتي. يعني بنتكلم في 18 سنه بتلعب في النادي الاهلي. اه. طب وبدات في انهي فرع؟ الجزيره. الجزيره اساسي. الجزيره انا ساكن اصلا في المهندسين فمش قادر اروح مدينه نصر بصراحه. مستحيل. خالص. احنا عايزين حاجه ننزل يا باشا نتمشى نبقى في النادي. بس مش عايز حاجه بعيده. طب قول لي يعني انت ايه؟ يعني انت الحمد لله دلوقتي وصلت بطل افريقيا واكيد هيبقى عندك، او يعني اللي بيوصل فاينل بعتبره بطل خلاص. بتبقى العمليه شعره او اتنين ما بين الاول والتاني. انما اكيد عندك بطولات عالم، حاجات جايه كتير. طب ليه في البدايه الكاراتيه؟ كان ليك اخ بيلعب، ليه توجهت للكاراتيه؟ انا ليا اخ اكبر مني بسنتين كان بيلعب كاراتيه بصراحه، وانا كان عجبتني اللعبه، بس انا كنت بلعب مع الكاراتيه كمان سباحه. انا تعمقت شويه في الكاراتيه والسباحه، لقيت نفسي في السباحه ما بجيبش بطولات، لكن في اول بطوله كاراتيه كنت بلعب بطوله تنشيطيه تبع النادي، فكنت بلعب مع ناس اكبر مني سنا وحققت مركز. فانا بصراحه عجبتني اللعبه فكملت فيها لحد دلوقتي يعني الحمد لله، يعني ولسه مستمر، هفضل مستمر فيها، احقق بطولات للنادي كتير يعني. انت الله اكبر ما شاء الله، يعني 22 سنه يعني تعتبر بطل افريقيا خلاص. ما قلنا فاينل ده بيبقى بطل. الحمد افريقيا. الحمد لله. الحمد لله. انا خدت اصلا بطوله عالم سنه 2017، انا جبت تاني فردي تاني جماعي. 2017 كنت شباب. كنت شباب. صحيح. تاني جماعي شباب وتالت فردي شباب. ما شاء الله. انت لعبت بطوله عالم شباب. الحمد لله. لعبت كبار ولا لسه؟ ان شاء الله في بطوله اخر شهر 10. لا تعالى معايا بقى. ماشي. لا قول يعني اولا افريقيا تاهلت لها ازاي ومشوارك كان ايه قبل ما ننط بقى نروح بطوله العالم؟ انت تاهلتها ازاي؟ احنا بنبتدي في الاول خالص ببطولات الجمهوريه او قطاعات. الاول نبدا ببطوله القاهره، دي بيختاروا فيها 8، الـ8 دول يتصعدوا للجمهوريه. تمام. من كل قطاع يعني. هم احنا طبعا محافظه 27 محافظه، في كل 27 قطاع بتاهل منهم 8. يا خبر ابيض، انت بتتكلم في 160 200 فرقه، 200 لعيب تقريبا. يا حاجه الجمهوريه حاجه كبيره يعني. بس بعد كده احنا بنخش الجمهوريه بيختاروا اول 8 دول بيخشوا المنتخب. بس بعد كده يبتدي بقى تصفيات داخليه جوه المنتخب، يبتدي بقى يختار بقى يبتدي كم واحد من 8؟ هو يختار يبتدي صف يختار 4، وبعد كده في تصفيه ثانيه يختار 2، والاثنين دول يكملوا لحد ما نشوف مين اللي هيلعب بطوله العالم من الاثنين اللي في الصفوا في الاخر دول. طب الاثنين دول بيروحوا افريقيا؟ لا هو واحد بس يعني. يعني هو انت اللي رحت؟ انا وزمايلي يعني. انا كنت بلعب في الجماعي وفي واحد ثاني لعب في الفريق. احنا كنا 4. احنا كنا 3 يعني في 3 يعني اتأهل من 8-4. مش كده؟ يعني اتأهل من 8-4. يعني 4 من 200 300 لعيب اللي كانوا بيلعبوا بالظبط. يعني التسلسل هرمي صعب في المنافسه بالظبط. هو نظام يعني عندنا في البطولات كده كبير يعني، بنلعب ماتشات كتير قوي يعني. احنا مثلا بنعمل بعد ما خلص ده بنلعب مثلا دوري مع بعضينا، كل واحد يلعب الثاني 7 ماتشات. صعبه جدا جدا جدا, جدا. الدنيا عندنا يعني صعبه قوي. طب هنقف لبعد التاهل لبطوله افريقيا، بس خلينا نروح بقى لعمر عشان نعرف يعني. عمر انت مواليد 2006. الله اكبر. صغير ما شاء الله. وبتلعب في وزن صعب 76 كيلو. ده وزن صعب والمنافسه فيه، وكمان بتلعب كوميتيه. فمين في وزنك مصر؟ علي الصاوي مثلا وزنك؟ لا، في وزني لاعب اسمه طه طارق. طه ده لعيب الجزيره ولا لا الزهور؟ لا الزهور. ما انا فاكر الزهور الجزيره. بمر عليا الاف اللعيبه، فمعلش بقى لما تطلع كوبري اكتوبر تعدي تبقى في الزهور بس. طب قول لي ابن النادي الاهلي. طبعا من وانا صغير، عندي برضو 4 سنين ونص. الله اكبر ما شاء الله. طب ليه كاراتيه برضو؟ بصراحه انا زمان خلاص كنت عايز العب كوره. بس انت جسمك كنت تبقى راس حربه ما حصلش، او مساك تجنن رؤوس الحرب. بس مامتي ما رضيتش، وده حقيقه بصراحه القرار ده يعني احسن قرار ممكن كنت خدته في حياتي. يعني والدتك بتحييها على الهوا ان هي طبعا والدتي ووالدي بصراحه احسن قرار خدته في حياتي كلها. طب لو قلت لك ان لعيبه الكوره بتاخد ملايين؟ لا برضه. بجد؟ بجد برضه القرار ده. بصراحه مش كل حاجه الفلوس. بالظبط. المهم ان انا انجح في حاجه. طب قول لي يعني والدتك ربنا يديها الصحه وجهتك للكاراتيه،
انت حبيت اللعبه؟ جدا بصراحه. اول بطوله خالص لعبتها وكنت برضو اصغر من السن، لعبت مع سن اكبر مني وكسبت الحمد لله، فالموضوع عجبني قوي. طب كنت تتوقع في يوم من الايام بامانه ان انت تبقى ذهب افريقيا؟ لا بصراحه، يعني لو كان حد قال لي من زمان ان انا هبقى هنا دلوقتي وان انا كسبت بطوله افريقيا وراجع لا خالص، ما كنتش متوقع حاجه زي كده خالص. تستحق اكتر من كده ما شاء الله، باين يعني باين في كلامك الشغف وان انت حابب لعبتك، وخليك فاكر كلمتي دي ان شاء الله هتوصل يعني، سواء انت او مصطفى في عينيكوا شغف، انا بشوفه في يعني في من ضيوفي هنا بعرف مين اللي عنده شغف وعنده ويلنج انه يوصل. يا رب. طيب هنتكلم عن تاهلك لافريقيا، لان انا بحب اتكلم ليه؟ لانه الانجاز ده جينا قبليه انجاز تاني. ايوه ان انت ازاي تتاهل من وسط منافسه صعبه في دوله متفوقه في الكاراتيه، اتاهلت ازاي؟ الاول برضو كان عندنا بطوله القطاعات اللي هي بطوله القاهره، خدنا منها 8، بعد كده لعبنا بطوله الجمهوريه برضو 8 من كل قطاع، فالعدد كبير قوي بصراحه. فلعبنا عدد ماتشات كبير يعني 6 أو 7 ماتشات في يوم واحد بيكون، مش كده؟ في يوم واحد. الحمد لله جبت اول جمهوريه. اول جمهوريه الحمد لله. بعد كده دخلنا تصفيه المنتخب، طبعا لعيبه كتير قوي، بس الكوميتي بياخدوا الاول بس صح؟ الكوميتي لا بياخدوا الـ8 لا اللي يروح افريقيا كام واحد؟ اللي يروح افريقيا واحد. هي افريقيا نظامها هي واحد بس، هو اللي بس انت روح راح معاك 4 عشان انتوا جماعه، عشان احنا احنا عندنا فئه الجماعه، هم برضه عندهم فئه الجماعه بس ما كانش في الشباب، كانت في الرجال، في الرجال بيختاروا 7 عشان كده 7، فهو يعني فرصه في الرجال بتبقى اكتر واكبر. بس هو اتاهل واحد من 8 بيبقى. بس اقول لك على حاجه، لا واحد من كتير قوي، كتير قوي، ما انا بقول لك اخر 8 بقى الكومه الكبار. بس اقول لك على حاجه، يعني الرجاله اللي جولي والشباب في الكاراتيه والسيدات مش اول الجمهوريه اللي بتاهل، تلاقي مثلا بيتأهل الثالث الثاني، ما تفهمش ليه. بيبقى بعد كده بقى بنخش جوه بنعمل تصفيات، اللعيبه اللي كسبوا السنه دي والسنه اللي فاتت واللعيبه الدوليين بقى. فصفينا كلنا والحمد لله ربنا كرمنا، جبت اول. طبعا اتقسمنا المجاميع كتير بقى ودوار كتير ماتشات كتير، بس الحمد لله جبت اول ساعتها وربنا كرمني وسافرت الحمد لله. طب خليني اقول لك عمر، انت 2006 اللي بيصفوا معاك 2006 2007 ولا 2005 2006؟ يعني انت الصغير ولا الكبير في السن؟ انا السنه دي الوسطاني يعني 2005. يعني انت 5 6 7 6 7 يعني انت لا سيبك من اللي تحتك. يعني انت دخلت مع 2005 كمان. يعني في ناس جامده كانت 2005. ايوه بالظبط. والسنه بتفرق. طبعا عدد كبير وخبرات اكتر يمكن مصطفى ما عندوش المشكله، ده مصطفى خلاص رجال. انما انا سالتك السؤال ده ليه؟ انت قلت لي انا في النص. فانت ده يعتبر يعني انجاز بجد يعني. طيب فاكر انت عملت ايه افريقيا مثلا؟ ماتشاتك كانت ازاي؟ لعبت ايه؟ لعبت كام يوم؟ يعني كلمني عن افريقيا قبل ما اروح طبعا لمصطفى. هي البطوله دي بصراحه كانت من اصعب البطولات اللي لعبتها في حياتي كلها. ليه بقى؟ البطولات في المغرب بتبقى صعب قوي، اولا التشجيع والتحكيم بيبقى منحاز جدا ضدنا. فكانت بصراحه من اصعب البطولات. كان في جمهور كتير جدا. يعني حتى الناس كنت بتلعبوا في الرباط ولا كازابلانكا؟ في كازابلانكا. كازابلانكا فهي كذا. بصراحه كذا على كذا. فبصراحه كان جمهور كتير قوي، وكانت البطوله نفسها كانت الحكام كمان صعب قوي معانا. حتى ما حضرتش ماتش الوداد بتاع افريقيا؟ بس كلهم صراحه الناس كلها كلمتنا على الماتش. اوعى بقى هناك كنت لابس حاجه الاهلي ولا كله منتخب؟ لا كله منتخب. لان انا عايز اقول لك استحضر بقى روح النادي الاهلي وماتش الوداد وجون عبد المنعم، كنت استحضر. هتفوت هناك يعني زي الفل. طبعا. الحمد لله لعبت اول ماتش الولد بتاع المغرب، الحمد لله كسبته كويس عدم تكافؤ. عدم تكافؤ بتوصل 9-0 8-0 فرق 8 نقط 8 نقط 8-0 لا كسبته 10-2 الحمد لله 10-2 كمان ما شاء الله. بعد كده تاني ماتش لعبت ولد من ليبيا الحمد لله كسبت، وفي النهائي لعبت لاعب من السنغال. يعني انت لعبت 3 ماتشات؟ 3 ماتشات نار. اهمهم كان المغرب، المغرب يعتبر نهائي. بصراحه بس الماتش الاخراني كمان كان صعب قوي بالنسبه لي، طوال السنغال. وكمان وديهم طويله كمان، كذا لاعب من مصر قبلي فرقه الشباب بتاعتنا كلها كانت خسرانه. فبصراحه ده كان ضغط عصبي كبير قوي يعني. كان صعب اللي هو انا داخل بقى اخر ماتش وسط الجمهور والناس كلها واصحابي كلهم خسروا، فكان صعب قوي بصراحه. بس خليني اقول لك ان انا حاسس فيك ان انت ما شاء الله يعني ما بتقلقش، بتقلق القلق الطبيعي بس ما بتخافش. الحمد لله بصراحه انا اتعلمت ده من كابتني طبعا كابتن مهاراته حبيبي ده جالي هنا يعني ضيف في الاستوديو. لا ده حدوته مهاراته يعني. بصراحه يعني بصراحه اتعلمت منه حاجات كتير قوي بره الملعب، يعني غير الملعب طبعا مش هتكلم حاجه في الملعب خالص، لان الملعب كان مش هديله حقه في حته زي دي. بس بصراحه كمان في حته ان انا ما اخافش وكده بصراحه، لا بصراحه علمني حاجات كتير قوي مهاراته ده. ليه ايادي بيضاء على لعيبه كتير جدا بصراحه، انا واحد منهم والشرف ليا بصراحه. انا ان شاء الله هكلمه وهروح اتمرن معاه ان شاء الله. طيب مصطفى قول لي بقى ترتيب البطوله ايه وماتشاتك، يعني نقول للساده المشاهدين لعبت ازاي وصلت للفاينل ازاي. احنا كنا اعتقد حوالي 9 فرق. احنا بنتقسم مجموعتين ممتاز، يعني 4 و5. 4 و5 كان معانا في البوله، في المجموعه بتاعتنا يعني تونس
كانت السودان، واحنا طبعا وتقريبا فرقه افريقيه تانية. مين اقوى فرقه كانت معاك؟ تونس. هي اقوى فرقه المنافسه ليها المغرب، بس اقوى فرقه كانت معانا في المجموعه تونس. عشان كده انت قلتها اول اسم. بالظبط، هي كانت اقوى فرقه تونس. احنا الحمد لله يعني كسبناها فرق درجه ونص ما شاء الله. احنا بالنسبه في التقييم الكتاب بتاعنا احنا بتبقى كتير يعني. حد يكسب فوق الدرجه 10، بتبقى جزء من جزء يعني حاجات 9 من 10 5 من 10 يعني درجه ونص. دي دي حاجه بتبقى يعني حاجه احنا عملنا انجاز يعني. بس فاحنا هو كان احنا بنلعب، احنا لو كنا اكتر من 10 فرق كنا نلعب 3 ماتشات، بس احنا كنا 9 فرق. أيوة. عشان طبعا الدول الافريقيه ما بتسجلش كتير. تمام. بس فاحنا لعبنا الماتش الحمد لله، جبنا طلعنا اول مجموعه. فاحنا لعبنا مع اول راس مجموعه الناحيه الثانيه كانوا المغرب. اول فاينل على طول. اول مع اول فاينل على طول. بس ولا بعد كده الحمد لله احنا لعبنا مع المغرب. طبعا الجمهور كان كبير. كان في ضغط اعصاب ان احنا كنا لعبتوا في الملعب 3 ولا 4؟ كنتوا في الملعب في الكاتا بيبقوا 3 في الكاتا. احنا كاتا تيم 3. انتوا 4 في 3 مثلوا ولا انتوا 3 و3؟ هو 3 بتسجل 3 من قبل ما نطلع، قبل ما نسافر اصلا. قبل ما نسافر يعني انتوا الثلاثة اللي سافروا هم اللي كانوا على البساط. بالظبط. تمام. بس واحنا طبعا لعبنا الماتش. طبعا كان ضغط، كان ضغط عصبي وضغط الجمهور. الجمهور كان فيه كتير، جمهور اصلا من المغرب وبيشجعوا جامد وبتاع. طبعا. بلدهم بقى. ما استحضرتش روح الماتش؟ لا طبعا مستحضر. انا اصلا انا في يوم انا في يوم انا كنت في يوم هناك كنت نازل بتيشيرت الاهلي وعادي جدا. عادي. لا عادي. كان الناس عادي، كان الناس بتبص. لا اخواتنا وحبايبنا طبعا. طبعا على راسنا والله. طبعا طبعا. احنا بنتكلم يعني ده رياضه، ودي اللي بيقرب الشعوب الرياضات. بالظبط طبعا. هي انا عايز اقول لك انه كان في بطوله فين؟ في الجزائر، بطوله الالعاب العربيه. وشفنا تشجيع غير مسبوق للاعيبه المصريين في الجزائر. كان الجزائري يشجعوا الجزائريين يعني، او اللعيبه الجزائريين. مش موجود جزائريين بل مصريين. فيعني لا احنا اخواتنا العرب والله. احنا على راسنا من فوق طبعا. لكن احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب احنا اخوات. اخوات طبعا. بس ما توفقتوش. فرق قد ايه؟ كان فرق كان 4 من 10. انا قلت لك هو اللي بيوصل فاينل لعبته وكسب. كانت 4 من 10. بس يعني الحمد لله يعني احنا ان شاء الله بنطمح للبطولات الجايه ان احنا نجيب. طب اول حاسس ان يعني مش هنجيب طبعا التحكيم ولا نقول حاجه، بس حاسس ان هو يمكن يعني كان في شويه تعاطف مثلا مع المغرب صحابه الارض والجمهور ولا لا؟ كان في شويه يعني، كان في شويه بصراحه. بس هي لعبه تقديريه، خلي بالك. احنا كاتا فعلا. انتوا كام حكم بيكون قاعد؟ سبعة حكام. فهو كل واحد بقى بيقدر اللي يشوف على حسب بقى السرعه والستايل والباور. لعبه تقديريه خالص الكاتا بالذات يعني. يمكن الكوميتيه انت بتوجه ضربات معينه، لو وصلت لاماكن معينه خلاص. بالظبط. انما هي الكاتا دي تقدير عين بحت. بالظبط. هي تقدير فني عكس الكوميتيه فعلا، ان هو بيقدر يرجع الماتش بدراعه. بالظبط. بس طب ما جيانا برضو كان برضو تظلمت في كان حكم مغربي. لا برضو لا ما تمام الدنيا كويسه وكل حاجه، بس قصدي اقول لك ان قرار الحكم ما كانش موفق فاتظلمت. مش قصدي يعني، ولكن القرار ما كانش. هو في الاول في الاخر كل ده كاتبه ربنا. بس فاحنا بنطمح طبعا للبطولات الجايه. احنا عندنا ان شاء الله بطوله في شهر 9. بطوله دوري عالمي سيريس اف قبرص دي ان شاء الله في شهر 9. اخر 9 ان شاء الله. ان شاء الله. انا هلعب فردي وجماعي برضو. طب مع المنتخب قالوا التشكيل من دلوقتي المنتخب ولا اللي شاركوا في افريقيا هم اللي هو احنا اللي شاركنا في افريقيا احنا نلعب الدوري العالمي. هو الدوري العالمي. بس طب الدوري العالمي ده سيريس ايه ولا بي ولا سي؟ لا سيريس ايه. سيريس ايه. احنا في بطوله دي اصلا بطوله بتاهلنا للدوري العالمي اسمه بريمير ليج برضه. بريمير ليج ده احنا لعبناه السنه اللي فاتت 4، بيبقى 4 على مستوى العالم صح؟ 4 بريمير ليج. مصر كان فيها واحده وكان دبي فيها واحده انا فاكر. تمام. وكان اسبانيا تقريبا فيها ثالثه مش فاكر. لا اسبانيا كانت دوري عالمي للشباب. للشباب. تمام. للشباب. تمام. لكن في كان في طبعا في دوري مستضيف. خلي بالك. يعني ما شاء الله. يعني مذاكر يعني بريميوم ليج ده وعارف. انا ما تفتكرش ان انت تقول لي حاجه. ما شاء الله معاك انا. بس فكان في دول بتستضيف البطولات دي يعني. هم بيبقوا مثلا 4 بطولات بريمير ليج و5 بطولات سيريس ايه، عشان طبعا كله عايز يخش في الرانك العالمي. انت خدت دهب تروح البريمير ليج ولا لسه عندك مشوار تاني لسه يعني؟ لا هو البريمير ليج بيبتدي من اول 32 في بياخدوا اول 32 في الرانك هم اللي بيخش. بس لما نيجي نسجل بناخد التوب 100 بس. فكل واحد بيخش سيريس ايه عشان يعلي الرانك بتاعه بالبوينتس اللي بياخدها. بالظبط. يجمع قبرص وبعديها قبرص بعديها ان شاء الله على طول بعديها باسبوعين بطوله عالم رجال. هتلعب ولا لسه ما تعرفش؟ لا احنا لسه ما نعرفش. اكيد في تصفيه هتتعمل. شد حيلك ان شاء الله خير. ماشي يا عمر. اجي لك نفس القصه بقى. انت عندك ايه اللي جاي؟ انا اللي جاي ان شاء الله هبدا بقى الموسم الجديد تحضير ان شاء الله بطوله العالم. هنبدا بقى الجمهوريه. امتى بطوله العالم؟ في شهر 10 مش ده اللي بعده ان شاء الله.
طب لسه عندك وقت؟ اه تمام. تأهلت ليها ولا لسه؟ لا لسه لسه بقى هنبدا حتى بالذهب بتاع افريقيا ملوش علاقه. اه بنصفي من جديد بقى وبنبدا من جديد تاني خبر ابيض. اه ده بص ده انت عايز نفس طويل. طيب انت محتاج برضو تحافظ على نفسك وتحافظ على أيوة اول جمهوريه وتحافظ على الرانك بتاعك جوه مصر، وهو التاهل نفس البوابه اللي تاهلت بيها افريقيا. اه بالظبط. وكمان بيبقى عندنا محطات يوث ليجز لدوري شباب زي بتاعهم كده، بس تحب يبقى للشباب برضو. انا كنت لعبت بطولات زي دي برضو السنه اللي فاتت. فين؟ في قبرص كرواتيا. طب انت في خلال السنه دي سنه وشهرين هيبقى لك بطولات؟ اه ان شاء الله هيبقى ليا بطولات سيريس اي برضو بريمير ليجز، بس عشان احنا لسه هنبقى صغيرين شويه فهتبقى مشاركات نفس سيريسي اكتر. طب وبتشارك ازاي؟ هل من خلال النادي ولا من خلال المنتخب؟ لا من خلال المنتخب، بتبقى تصفيات برضو المنتخب، والاول بطوله الجمهوريه طبعا، وبعد كده تدخل المنتخب بالتصفيات. الاول بيسافر، يعني اللي بيسافر البطولات اللي هي الدوري العالمي ده بيبقى برضو الاول؟ اه الاول. اه لا ده انت منافسه. طب افرض انت كنت الاول المره دي والمره الجايه مش الاول، ما تروحش؟ يبقى البطوله الجايه ما فيش بقى. وبرضه هي بتعتبر على السنه كلها، انت بتجمع نقط للسنه. فمثلا مش جبت ما جبتش اول مره فخلاص كده، لا برضو انت بيبقى ليك زي رصيد موجود. اه رصيد موجود صح. فممكن بطوله تجلي منك بس انت عندك رصيد. بس عندي رصيد من قبل كده. طب واللعيبه اللي الناحيه الثانيه في العالم بيلعبوا برضو بيعانوا من المعاناه اللي انتوا بتعانوها دي، التصفيات جوه بلدهم؟ لا ما فيش صراحه زينا هنا. كله بياخد بعضه ويطلع؟ كله لا كله مثلا بطوله واحده وخلاص، اللي هو زي بطوله الجمهوريه وخلاص بيسافروا بطوله على طول. انما ما فيش تصفيات بقى؟ ما فيش تصفيات. احنا هنا بنخش بقى في تصفيه مره واثنين وثلاثه واربعه. انا عايز برضه اقول برضه ده يعني ما ده ممكن يكون برضه ما اعرفش يعني انا خدت بطوله الجمهوريه انا اللي اطلع. بتبقى مشكله للاعب، بس برضه بترجع في الاخر ان انت لما بتاخد الاول، انت الاول ده مستحق كل حاجه. ما تقدرش بعد كده ترجع تقول هو ما كانش ينفع يسافر، لا انت صفيت مره واثنين وثلاثه، فطالما استقريت على ده يبقى انت متاكد منه خلاص. عمر ده في سنه كام؟ انا داخل ثالث ثانوي. ربنا معاك، يعني داخل سنه صعبه في الكاراتيه وسنه صعبه في الدراسه. حابب تدرس ايه؟ اوعى تقول لي دكتور، لان مهند دكتور، مهند مجدي دكتور، جانا فاروق دكتور، فكل الطب يعني واخد سكه، ومعانا ده الطبيب الطبيعي برضه يعني كل واخد سكه الطب. انا لسه اخش علاج طبيعي بصراحه برضه. انا اختي برضه في علاج طبيعي. ربنا يوفقك ايا كان في ده او ده. بس خليه برضه مصطفى، انت كليه علاج طبيعي؟ انا كليه علاج طبيعي. ما شاء الله. طبعا عندك وسواس رهيب وانت في الملعب. انا عارف. أي ده الوتر ده شد، محتاج جلسه. لا انا عندي هنا تشخيص لازم اعمل اشعه. تلج على طول. تلج على طول. ده لا هو على طول الاساسي تلج على طول عندنا. ايوه هيموكلار ويلا وخلص صح مش كده؟ هو ده. لا انا قصدي اقول ان لما بيكون واحد طبيب وقاعد ببقى فاهم الميكانيزم بتاع الاصابه هتبقى عامله ازاي، فانا هعرف اعالج ازاي، هعرف اعمل اسسمنت ازاي. يعني الموضوع ده بيكون انت في سنه كام طيب؟ انا سنه خمسه خلاص اخر سنه. الله اكبر. اخر سنه خلاص. الكاراتيه دكتور دكتوره دكتور دكتوره، انتوا واخدين سكه الطب زي ما يكون ماضيين عقد انتوا مع الطب. عندنا هندسه برضو بس على الخفيف. مش كتير بس في هندسه برضو، يعني كلنا في كليات القمه الحمد لله بصراحه. الله اكبر على الكاراتيه. امانه بيبقوا يعني اكاديمي ورياضيا بيبقوا متفوقين جدا. مصطفى الغباشي بشكرك، نورتني وشرفتني. نور حضرتك. الله ربنا يخليك. والف مبروك والله يبارك في التوفيق اللي جاي باذن الله ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. عمر اشرف بشكرك شكرا جزيلا. مبروك على الذهب. الله يبارك في حضرتك. اتمنى لك كل التوفيق وتحقق كل احلامك يا رب يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين لسه مكملين، ده لقائنا مع الابطال بدايه بالشباب والرجال. هنطلع لفاصل عشان يجي لنا ابطال السيدات اللي حققوا فضيه الكاتا الجماعي في السيدات، أي هشام ونهى عمرو، ولكن بعد الفاصل.